قليل حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بشهيد الشهابة. المحكمة قضت بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح والمتهم الثاني إسلام عواد والثالث مصطفى محمد بالسجن 15 سنة. السجن 15 سنة ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة 5 سنوات. المحكمة بما لا يدع مجالا للشك إن المتهمين جميعا أطفال دون 18، وحيث أنه زي ما تقدر يكون في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين وبعقيدة راسخة أن المتهمين محمد أشرف الغني راجح، مصطفى محمد، مصطفى الميش، وراتي حماص، إسلام عاطف، رمضان عواد، إسلام إسماعيل، عبد الحكيم البخ في يوم 9/2019 بدائرة مركز تلا محافظة قتلوا المجني عليه الطفل محمد محمود سعيد حمدًا مع سبق الإثارة والترص وحازوا حرارة أسلحة بيضاء بدون ترخيص وبدون مساوغ من الضرورة الشخصية والمجنية مما يتعين إدانته معاملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مقرر على 1/30/1 من القانون 394 لسنة 1950 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 و165 سنة 1980 و5 سنة 2019 لدينا رقمي 5 و7 من الجدول رقم 1 ملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2000 والمواد 2/1 و95 و111 من قانون الطفل رقم 12 سنة 66 المعدل بالقانون 126 سنة 2008 لهذه الأسباب ما حضورهم أولا بمعاقبة كل من محمد أشرف عبد الغني راجح مصطفى حمد مصطفى الميه وشورتي حماصة إسلام عاطف رمضان عواد بالسجن لمدة 15 سنة عن جميع التهم للارتباط ومصادرة السلاح المضبوط ثانيا بمعاقبة المتهم إسماعيل إسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ بسجن لمدة 5 سنوات عن الارتباط. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة.